العظمه دي اسمها عظمه ايه؟ الاستبلة. طب العظمه اللي ورا ودنا دي اسمها ايه؟ اسمها مستويد. عندي عضله بتطلع من الاسترنم ودنها ماشيه لغايه المستويد، يبقى هسمي العضله استرنومستويد. سميها ايه يعني؟ الاسترنومستويد دي انا اقدر امسكها بايديا اهي تحت الجلد على طول، يبقى العضله دي ديب ماسل ولا سوبرفيشال؟ اما شوف بقى الناس هتعرف معنى كلمه سوبرفيشال ولا لا. احنا متفقين لغايه كده؟ ما دام العضله اسمها استرنو، تاخد اوريجن من عظمه ايه؟ الاسترنو. طب تاخد اوريجن من الاسترنو، الابر بارت بتاع الاسترنم. يلا يا جماعه بسرعه، العضله بتاعتنا اسمها بيخلصها ازاي يا دكتور؟ العضله اسمها استرنو يا جماعه، يبقى هتخرج من عظمه مين؟ الاسترنو. طب عظمه الاسترنو ما هي؟ حد يقدر يقول لي اول عظمه بتمسك في الاسترنو الفيرست ريب ولا الكلافيكل؟ الكلافيكل. اعلى حته في الاسترنم اهي، حد فاكر اعلى حته دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها مانيبريم. يبقى العضله بتاعتنا هتطلع من المانيبريم اهي. انا عايز ازود كمان، وهتطلع من الكلافيكل كمان. يبقى العضلة بتاعتنا اللي اسمها استرنومستويد خدت أورجن من الاسترنم وتحديدا المانيبريم بتاع الاسترنم، وخدت أورجن من الكلافيكل كمان. السؤال بقى يا جماعة، العضلة تطلع من الأماكن دي ناحية الانتيريور سيرفيس ولا ناحية البوستيريور سيرفيس؟ ليه؟ علشان العضلة سوبرفيشال يا جماعة، العضلة تحت الجلد على طول. ايه اللي يخليها تطلع من الباك بتاع الاسترنم؟ لانها لو طلعت من الباك بتاع الاسترنم هتبقى سوبرفيشال ولا ديب؟ هتبقى ديب. يبقى العقل هو اللي قال ان العضلة تطلع من المانيبريم ومن العظمة اللي جنبيها اللي اسمها ايه يا جماعة؟ كلافيكل. اسمها استرنومستويد. يبقى العقل يقول انها هتعمل انسيرشن في المستويد بروسيس. من شاطر يقول لنا المستويد بروسيس اهو يا جماعه، ليه سطح اوتر وليه سطح انر زي اي عظمه في الدنيا؟ يا ترى العضله تمسك في الاوتر بتاع المستويد ولا في الانر بتاع المستويد؟ ليه؟ عشان هي سوبرفيشال يا جماعه. يبقى العضله خلصانه لوحدها مش محتاجه شرح. يبقى الاسترنومستويد هتمسك في الاوتر سيرفيس بتاع المستويد بروسيس. اوعى تنسى ان العضله سوبرفيشال. يبقى العضله تستحق اللقب ولا لا تستحق؟ تستحق، عشان كده العضله اسمها استرنو. ايه يا جماعه؟
مستويت، بس في حاجة أنا خايف أنسى الكلافيكل. أنا ممكن أفتكر الاسترنم وأفتكر مين يا جماعة؟ المستويت. قال خلاص هنغير اسم العضلة. العضلة اللي كنا بنسميها زمان استرنوماستويد، اقرا كده معايا الاسم الجديد، استرنو كليدو ماستويد. كلمة كليدو يعني كلافيكل. يبقى يا شباب العضلة ليها اسمين انت حر، استرنو ماستويد ماشي، استرنو كليدو ماستويد ماشي، والاحسن الاسم الجديد. ليه؟ لان كلمة كليدو دي معناها كلافيكل. العضلة دي اسم على مسمى صحيح. حد يقدر يقول لي هو الاكشن بنشد مين ناحية مين؟ بنشد الانسيرشن ناحية الاورشن. طب تعالوا يا جماعة نشد سوا. ادي الانسيرشن هشده ناحية الاورشن. بص رقبتي هيحصل لها ايه؟ هتنام كده. ده اسمه تلتنج، انحراف. خد بالك في استرنو ماستويد يمين واسترنو ماستويد ايه يا جماعه؟ شمال. انا هشغل اليمين دلوقتي، هشد الانسرشن ناحيه الاورشن، هلاقي راسي بتبتني كده. كده راسي التانت للسيم سايد ولا للاوبوزيت سايد؟ للسيم سايد. بص لي كويس قوي. طب الفيس باصص دلوقتي للسيم سايد ولا للاوبوزيت سايد؟ يبقى يا جماعه في ناس اهو الهيد زي الفيس كلهم حاجه واحده. لا، اديني قلت لك شغل العضله اليمين، شد الانسرشن ناحيه الاورش، هتلاقي ان راسك بتنام كده ناحيه اليمين. وسمينا الحركه دي ايه يا جماعه؟ تلتنج. تلتنج وانا عامل كده الفيس باصص ناحيه الشمال، يبقى باصص للسيم سايد ولا للاوبزيت سايد؟ للاوبزيت سايد. طب افرض بقى الاتنين اشتغلوا مع بعض، هتبقى مشكله. ديت عايزه تنوم الراس كده والتانيه عايزه تنوم الراس كده، هتلاقي الشعب كله ماشي في صراع مع النفس، عمال يعمل ما هوش عارف يعمل ايه. صح، هو ده اللي هيحصل. بص اللي هيحصل الاتي، ولا عضله هتتغلب على التانيه، ولا دي تشد ناحيتها ولا التانيه تشد ايه ناحيتها. امال ايه اللي هيحصل؟ الراس هتتني حاجه بسيطه لقدام. يبقى الكلام ده بيحصل امتى يا جماعه؟ لو التو ماسل اكتنج ات ذا سيم تايم، لو العضلتين اشتغلوا في نفس الوقت كده، يبقى انا خلصت اول عضله. اسمها ايه يا جماعه العضله دي؟ لا، الاسم الجديد ايه؟ استرنو كليدو ماستويد. وكلمة كليدو دي يعني ايه يا شباب؟ يعني كلافيكل. مش محتاجة مذاكرة بصراحة، اسمها مخلصها. استرنو اهي وكلافيكل اهي وماستويد اهي. بس الشطارة، انا همسك في العظم ده من الاوتر ولا من الانر؟ ليه؟ علشان العضلة سوبرفيش، لأن العضلة أنا بمسكها بإيديا تحت الجلد. رائع جدا. يبقى يا جماعة في امتحان العملي، لو حطينا لك علامة على المستويد هنا
وقلنا لك ايدنتيفاي ذا سبيسمن. مين العضله اللي ماسكه في الماستويد هنا يا جماعه؟ استيرنو ماستويد. طب اورجن ولا انسيرشن؟ انسيرشن. اول عضله خلصت، تاني عضله من اشهر الاسئله في امتحان الشفوي، وانت مش بتعرف تجاوب قوي فيها بصراحه، ومش عارف ليه. بصوا يا جماعه، عظمه المندبل اهي، خدنا قبل كده عضله تتكون من قطعتين توجد اسفل المندبل. حد فاكر كان اسمها ايه؟ اسمها دايجستريك. الحته اللي قدام اسمها انتيريور بيلي، والحته اللي ورا اسمها ايه يا جماعه؟ بوستيريور بيلي. طب ماشي يا دكتور. بصوا يا جماعه، عظمه المندبل اهي، الحته دي انا مصور المندبل من على جنب اهو، يبقى هنا ده خط النص. من شاطر يقول لي لو ده خط النص بتاع الرقبة اهو، اول عظمة قابلها عظمة ايه يا جماعة؟ الهايويد. يبقى انا فاهم كويس قوي، مش ملزق حاجات مع بعضها. مادام ده المندبل وده الميد لاين، يبقى دي عظمة مين يا جماعة؟ الهايويد. طب المندبل اهو، ارجع ورا كمان كمان، هي العظمه اللي ورا ودنا دي اسمها ايه؟ اسمها ماستويد اهي. يبقى اللي على السبوره منطقي تماما. بصوا يا جماعه، اول هي العضله اسمها ضي ايه؟ كام حته؟ واحده سبيريور والثانيه انفيريور ولا انتيريور وبوستيريور؟ الانتيريور اهي يا جماعه، الانتيريور اهي. والله يا دكتور باين من الرسمه يعني انها هتطلع من المندبل، صح؟ بس يا دكتور مش تقول لنا هي طالعه من الاوتر بتاع المندبل ولا الانر بتاع المندبل؟ انا هسلفكم يا جماعه، هي طالعه من الانر بتاع المندبل. طب هكمل، طالعه من الانر كله ولا الحته دي بس؟ الحته دي بس. طب ما يا دكتور الحته دي لازقه في اللور بوردر بتاع المندبل. كده يا دكتور بقى كلام كتير. انا لسه هقول طالعه من الانر سيرفيس، الحته اللي لازقه في اللور بوردر بتاع المندبل. كل ده بنلخصه في كلمه واحده، دايجستريك فصه. يبقى كلمه دايجستريك فصه يعني الحته دي، الحته اللي موجوده على الانر سيرفيس، اللي لازقه في اللور بوردر، اللي طالع منها الانتيريور بيلي، اسمها دايجستريك ايه يا جماعه؟ فصه. الكلمه تفرق. طب العضله دي نازله تعمل انسيرشن في عظمه ايه؟ الهايوي. طب سيبها دلوقتي، انا يا عم هروح اجيب البوستيريور بيلي. البوستيريور بيلي اهو هتطلع من الماستويد بروسيس. طب مين شاطر يقول لي لو طلعت من الماستويد بروسيس هتطلع من الاوتر بتاعه ولا الانر؟ ليه؟ عشان الاوتر فيها استيرنو ماستويد يا جماعه. الانر بتاع الماستويد بروسيس اسمه
دايجستريك نوتش. يا جماعه الفرق، يبقى كلمه نوتش تختلف تماما عن كلمه فصه. في ناس بقى نوتش وفصه والله بيدققوا الناس دي، يا عم كله شغال يعني. لا، دايجستريك فصه الحته بتاعت المندول، دايجستريك نوتش ده الانر سيرفيس بتاع مين يا جماعه؟ الماستويد، البوستيريور بيلي اهي. هي كمان هتنزل تمسك في الهايويد بون، يبقى الانسرشن بتاع الاتنين نفس النقطة. طب مين يقول لي هنمسك في الهايويد بون من ناحية الأبر بتاعها ولا اللور؟ طبعا الأبر، لأن العضلة جاية من فوق. طب يا دكتور لو سمحت تحدد قوي. حاضر يا جماعة، الهايويد بون أهي كانت بتمتلك على كل ناحية قرن كبير اسمه جريتر هورن، وقرن صغير لونه أحمر اسمه ليسر هورن. بص بقى العضلة هتمسك فين؟ أنا عرفت إنها هتمسك في الهايويد وبس. العضلة هتمسك هنا في الحتة دي. الحتة دي ممكن تتقال بطريقتين، ممكن تقول إن العضلة هتمسك في الليسر هورن ويبقى صح، وممكن تقول طب هي كده يا جماعة نعتبرها مسكت في البطي ولا في الجريتر هورن؟ ما بين الاتنين، في الجانكشن اللي ما بين الاتنين، الجانكشن اللي ما بين الجريتر هورن وبين البطي. يبقى يا شباب عضلة الدايجستريك، يلا كده نشتغلها مع بعض. نمرة واحد، كم حب اسميهم؟ انتيريور بيلي وبوستيريور بيلي. ايه الفرق بين كلمه دايجستريك فصه وكلمه دايجستريك نوتش؟ الفصه بتاعه المندبل، انما النوتش ده الانر بتاع مين يا جماعه؟ الماستويد. والاتنين ماسكين في عظمه الهايويد من فوق. يعني فين يا دكتور؟ عايز تقول في الليسر هورن؟ صح، انا كاتب الاثنين. عايز تقول انتو ذا جانكشن بتوين البادي بتاع الهايويد والجريتر هورن؟ الاثنين صح. عايز تلخص وتكتب الليسر هورن؟ مش هنختلف. من اسئله الشفوي الشهيره جدا جدا، وبتوصل بيك الدرجه ان انت بتقول الدكتور ده طيب قوي على فكره انه يسالني السؤال ده، ده خبيث خبز. اقول لك ليه؟ بصوا يا جماعه، مش دي الانتيريور بيلي بتاعت الدايجستريك؟ طب والعظمه دي عظمه مين؟ الهايويد. مش خدنا الحصه قبل اللي فاتت، مش خدنا مثلث هنا؟ المثلث ده كان تحت الحته دي، الحته دي كان اسمها سيمفيزس منطاي. يعني ايه يا دكتور؟ سيمفيزس يعني مفصل في النص، ومنطاي يعني ده. يبقى المثلث اللي خدناه قبل كده اللي تحت السيمفيزس منطاي سميناه يا جماعه سبمنتال. طب مين شاطر بقى يقول لنا السبمنتال ده كان بيمتلك عضله
في الفلور بتاعته. مين شاطر يقول لنا العضلة اللي كانت في الفلور بتاع السبمنتال اللي برضو كانت بتنزل تمسك في الهايويد برضو، كان اسمها مايلو هايويد. المايلو هايويد دي في نيرف بيغذيها اسمه نيرف تو مايلو هايويد. شيء طبيعي جدا ان انا اسمي النيرف على اسم مين يا جماعة؟ العضلة. العضلة اسمها مايلو هايويد، يبقى النيرف اسمه ايه يا جماعة؟ نيرف تو مايلو هايويد. طب العضلة دي مش جنبها الانتيريور بيلي؟ ممكن النيرف يدي الانتيريور بيلي كمان. يبقى لو اتسألت في الشفوي نيرف تو مايلو هايويد بيغذي ايه؟ انا هجاوب. ايه يا دكتور بيغذي ايه؟ بيغذي المايلو هايويد. طب وايه تاني؟ اللي ايه تاني؟ هو بيغذي المايلو، ما هو يا جماعه قصاد عينك النيرف بتاع المايلو هايويد يقدر يغذي العضله اللي اسمها ايه يا شباب؟ انتيريور بيلي. هسأل سؤال بخمسة جنيه على الحته دي بعد اسبوعين ومحدش هيجاوب السؤال. انا هقول نصه يا جماعه، انا هسال اقول هو النيرف بتاع المايلو هايويد بيغذي ايه؟ كلكم في صوت واحد بيغذي المايلو هايويد يا دكتور. طب وايه تاني يا جماعه؟ ما هي بيغذي العضله اللي جنب المايلو هايويد اللي اسمها انتيريور بيلي اوف داي جاستريك. رائع جدا جدا. تعالوا ندردش مع بعض وفرصة نطلع حافظين. حد يقدر يقول لي كلمة دايجاستريك فصة هي نفسها دايجاستريك نوتش؟ أمال الفصة تبع مين؟ المندبل والنوتش الماستويد بروسيس، من بره ولا من جوه؟ أمال مين اللي ماسك في الماستويد من بره؟ الاسترنو ماستويد. والعضلة ماسكة في الهايويد من فوق وتحديدا في الليسر هورن او جانكشن ما بين الجريتر والبطي. واوعى تنسى الحركه دي. بصوا يا جماعه اوعوا تنسوا العضله دي في المنهج كله. العضله دي موجوده في مثلث اسمه سبمنتال. العضله اهي سميناها ايه يا جماعه؟ مايلو هايويد. العضله دي ليها نيرف بيغذيها وبيغذي بالمرة اللي جنبيها. اللي جنبيها اسمه ايه يا جماعة؟ anterior belly of digastric. اتكلموا شوية. كده وبقيت الحصة لا تطلع فاهم وعارف تتصرف ازاي، لا تطلع مش فاهم حاجة خالص. اللي انا شرحته يا جماعة لغاية دلوقتي ده شوية كلام فارغ. ده انا بقول استرنو ماستويد يعني مش محتاجة شرح. يلا يا جماعة عندي سؤال ما بيجيش في البيبر برضو بس بيصير في الشباب. ايه الحاجات اللي موجودة في الميد لاين هنا وعايزها بالترتيب؟ نمرة واحد، اول حاجه في الميد لاين الحته ده، الحته ده يا جماعه اسمها مندبل؟ لا، ده المفصل اللي في النص اللي سميناه سيمفيزس منتاي اهو. نمره اتنين، مين يقول لي لو انا نسيت؟ ما نشوف الناس لازم اقول بنفس الطريقه ولا لا؟ ده يا جماعه السيمفيزس منتاي. يبقى العضلات الزرقاء دي مين؟ المايلو هايويد. مش انا قلت اي عضله تحت السيمفيزس منتاي يبقى اسمها مايلو هايويد؟ واحده الناحيه دي
وواحدة الناحية التانية. لو انت تلاحظ الاتنين بيتقابلوا مع بعض وبينهم خط مشترك اهو. خدنا السنة اللي فاتت الخط الذي ينتج من التقاء عضلتين يسمى راف. يبقى في حتة خطرة جدا في الإجابة. بصوا يا جماعة، اللي هيقول مندب الغلط، لأن الراجل بيقول لك إيه اللي في الميد لاين، لازم تقول له السيمفيز 18. اللي هيقول الماينو هايويد غلط، لازم تقول الخط اللي بينهم. الخط اللي بينهم اسمه ماينو هايويد إيه يا جماعة؟ ريف. لو انت لو هي دي اسمها مايلو ايه يا جماعه؟ هايويد. يبقى اكيد تحتها على طول عظمه مين؟ الهايويد. معايا ثلاثة من اصل تسعة، سيمفيزس منتاي، الراف، والعظمه اللي اسمها ايه يا جماعه؟ هايويد بون. نمره أربعة، انا هدور على نفسي، مش في يا جماعه حته بارزه في خط النص ليها اسم شعبي شهير جدا اسمها ادم سابل، تفاحة ادم. تفاحة ادم دي ليها اسم علمي بقى، هي جنب الغدة الدرقية اللي اسمها ثايرويد جلاند. عشان كده تفاحة ادم اسمها ثايرويد كارت. يبقى لغاية دلوقتي أنا معايا أربعة. ممكن السؤال كله معمول عشان خاطر رقم خمسة. عارفين ليه يا جماعة؟ رقم خمسة ده كارتليج هناخده بالتفصيل الممل بعد كده. ماله يعني يا دكتور الكارتليج ده؟ فاكرين يا جماعة السنة اللي فاتت الكارتليج بتاعت الجهاز التنفسي كان بتبقى حرف سي. معنى انها حرف سي يعني كاملة ولا ناقص؟ ناقص. الوحيد الكامل هو ده، عامل زي الخاتم. الكارتليج الوحيد الكامل اسمه كريكويد. كريكويد. يبقى انا دلوقتي مش معايا خمسة، لا انا معايا سبعة. وعد معايا يلا يا جماعة كده مع بعض. المفصل ده اسمه ايه؟ سيمفيزس منتاي. الخط ده اسمه ايه؟ راف. العظمة دي اسمها ايه؟ هايويد. ادي تلاتة. تفاحة ادم اسمها العلمي ايه؟ ثايرويد. والكارتليج الوحيد الكامل اسمه كده خمسة يا دكتور، بس انت بتقول سبعة. ستة وسبعة هم يا جماعة. لو ربنا، هو كلمة غشاء يعني ايه؟ من برين. لو ربنا خلق من برين اهو، الممبرين ده ما بين ايه وايه؟ الهايويد والثايرويد. يبقى اسمه ثايرو هايويد. وكمان ممبرين اهو، الممبرين ده ما بين مين ومين؟ الثايرويد والكريكويد. يبقى اسمه كريكو ثايرويد. يبقى ستة وسبعة تحصيل حاصل. حتة غشاء ما بين الثايرويد والهايويد اسمه ثايرو هايويد. وحتة غشاء ما بين الكريكويد والثايرويد اسمه كريكو ثايرويد. معايا سبعة من أصل تسعة. هو احنا قلنا الكارتليج الأخير اسمه ايه؟ ايه الميزة اللي فيه؟ الوحيد الكامل. عارف بيسألك في ايه؟ بيقول لك كل ست حاجات بيحصلوا عند الليفل بتاع الكريكويد. هنجمعهم وهناخدهم، مش وقتهم خالص دلوقتي، بس انا عايز اقول لك الكريكويد ده مهم ازاي.
عارفين يا جماعه عند الكريكويد اول حاجه هتحصل ايه؟ هيتكون القصبه الهوائيه. يبقى القصبه الهوائيه بدايتها عند كارتليش اسمه ايه يا جماعه؟ الكريكويد. حد يعرف القصبه الهوائيه يعني ايه؟ يعني تراقيه. شايفين التراقيه حلقات على حرف سي ازاي؟ يعني كامله ولا ناقصه يا جماعه؟ ناقصه. التراقيه دي رقم 8 وخدته في الفسيولوجي. غده اسمها ثيرويد جلاند تتكون من فص يمين وفص شمال، وكده اقدر اعتبر الثيرويد جلاند موجوده في الميد لاين؟ لا، ده ربنا بيخلق ما بين الاتنين وصله. الوصله دي اسمها اسمص. يبقى نمره 8 القصبة الهوائية اللي هتبدأ عند الكريكويد، ونمرة 9 حتة الوصلة اللي بين الاتنين ثيرويد لوبس. الوصلة دي اسمها ايه يا جماعة؟ اسمص. تعالوا عشان اسيبكم تتكلموا شوية عشان بقى تبقوا فريش خالص. اوعى تفوت كلمة هقولها من اول اللحظة دي من غير ما تبقى فاهمها كويس قوي، واوعى حد ما يحضرش الحصه الجايه. والله العظيم 10 تريبيوترس ارقام رهيبه بس ليها اسلوب. دلوقتي يا جماعه عشان اسيبكم تتكلموا نسمع التسع حاجات. اول حاجه ايه؟ السيمفيزس من طاي تحتها مين؟ الراف، وبعد الراف وبعد الهيرويد الثيرويد، وبعد الثيرويد، وطبعا الاغشيه اللي بينهم دي تحصيل حاصل. الكريكويد ايه اهميته بالنسبه لك؟ الوحيد الكامل ويحصل عنده 6 تغييرات. اول حاجه تتكون القصبه الهوائيه اللي اسمها تراقيه، وادي الثيرويد جلاند بتتكون من 2 لوبس، والوصلة اللي بين الثيرويد اسمها ايه يا جماعة؟ اسمص. اتكلموا يا جماعة. الكلام واضح. يلا يا شباب. نمرة 1. ها يلا يا جماعة. لو انا فتحت الجمجمة هلاقي جواها المخ. مخ يعني ايه يا جماعة؟ يعني برين. ربنا بيخاف على البرين، خلق حواليه 3 أغلفة. الغلاف الأولاني أزرق، واللي بعديه أحمر، واللي بعديه أسود. هما دول اللي كنا بناخدهم في العلوم والأحياء. الأم الجافية، والأم الحنون، والأم اللي شبه العنكبوت. انا عايز اعرف ايه الحكايه دي، هناخدها في النيورو بالتفصيل. بص بقى، حد يقدر يقول لي اول طبقه لازقه في البرين لونها ايه؟ ازرق. هي دي الام الحنون يا جماعه، هي دي اللي حضناها. الطبقه دي اسمها بيا. يبقى الأم الحنون تسمى بيا. اللي بعد البيا طبقة لونها إيه يا شباب؟ أحمر. هي دي اللي هنعرف إنها شبه العنكبوت. هي دي اللي اسمها أريكينويد. يبقى اللي لاصقة في البرين اسمها بيا، واللي بعد البيه اسمها ايه يا جماعه؟ اريكينويد.
اللي بره خالص هي دي الام الجافيه. عارفين كلمه جافيه يعني ايه؟ يعني ناشفه، يعني هارد. اقوى طبقه في الثلاثه الام الجافيه تسمى ديورا. هسألك سؤال كده، حوالين المخ في كام لير؟ لا نصحصح يا جماعه، في كام لير؟ لازقين في بعض تماما ولا بينهم سبيسز؟ طب انا عايز حد يقول لي السبيس ده، مش هكمله بقى للاخر، اللي فيه النجوم موجود ما بين طبقه ايه وطبقه ايه؟ الاريكينويد والبيا، يعني فوق الاريكينويد ولا تحت الاريكينويد؟ اسمه سب اريكينويد سبيس. طب وانت يا دكتور مهتم بالسبيس ده ليه؟ اصل يا جماعه السبيس ده بيحتوي على سائل بيتغير في اليوم الواحد، يعني في ال 24 ساعة أربع مرات. بص ربنا عظيم إزاي، كل ست ساعات ياخد السي اس اف القديم، وهناخد الكلام ده في النيور، ويعمل سي اس اف جديد علشان البكتيريا ما تقربش من البرين خالص، لأن لو البكتيريا قربت يحصل ارتفاع حاد في درجة الحرارة وممكن تموت لو ما رحتش مستشفى الحميات. يبقى يا جماعة السبيس اسمه سب اريكينويد سبيس، يحتوي على سائل اسمه سي اس اف، سيريبرو سباينال فلويد. لازم تبقى عارف اختصاره. يبقى السي اس اف موجود في سبيس اسمه ايه يا جماعه؟ سب اريكينويد سبيس. طب هسالك سؤال، هي الطبقه اللي بره خالص اسمها ايه؟ ديورا. طب لو انا طلعت بعد الديورا الاقي ايه؟ الاقي العظمه. اه مش هي دي اللي بره خالص؟ يبقى المفروض بعديها في ايه يا جماعه؟ العظمة. كده انا ما عدتش محتاج الرسمة دي في حاجة، شكرا خلاص. كلمتين وعرفناهم ومش مؤثرين قوي برضو. ارجوك اوعى تنسى المنظر ده. هو احنا قلنا يا جماعة الطبقة اللي بره خالص اسمها ايه؟ ديورة. ده بتبقى طبقتين مش طبقة واحدة. طب ادينا الدليل يا دكتور. الديورة هي يا جماعة الطبقة اللي بره لونها احمر اهي، والطبقة اللي جوه لونها ايه يا جماعة؟ اسود. المفروض دي تتحط كده في راسي وتدخل جوه. يبقى اما اجي اسألك الديورة سنجل لير ولا دبل لير؟ دبل. الطبقة الحمراء بنسميها اوتر لير، والطبقة السوداء بنسميها انر لير. اتفرجوا كده معايا الانر لير عملت ايه. احفظوا كده يا جماعة الكلمتين دول معايا. الانر لير السوداء نزلت لجوه صح، وبعد كده طلعت تاني، عملت البتاع ده. طب ما تقول لنا يا دكتور اللي انت بتقوله ده نكتبه احنا ازاي؟ حد يعرف كلمة انعكاس يعني ايه؟ ريفليكشن. انعكاس للداخل يعني انوارد ريفليكشن. اهو ده اللي حصل. اللي حصل ان الطبقة الداخلية بتاعت الديورة انعكست لجوه وطلعت تاني، ده بنسميه inward reflection.
في حد مش متخيل يعني ايه انورد ريفليكشن يا جماعه؟ طب ليه يا دكتور؟ ليه الكلام ده حصل؟ الحته دي اللي كونها طبقه البيه ولا الديوره ولا الاركينويد؟ انهي طبقه في الديور؟ الانر، اسمها ديورال فولدس. ديورال فولدس، وده السؤال رقم 4 في الامتحان الجاي. الديورال فولدس 5. النهارده هناخد 3 بس ونكمل الحصه الجايه. اهم حاجه تبقى فاهم الديورال فولد ده ايه. الديورال فولد يا جماعه زي الحته دي، حتة من الديورة انعكست للداخل وبعد كده طلعت تاني. انعكاس للداخل يعني inward reflection، أدى ذلك إلى تكوين ديورال فولدس أهي. يبقى اللي أنا هشرحه دلوقتي اسمه ديورال فولدس. يلا يا جماعة مع بعض. هو المخ يعني ايه؟ لا الكلمة دي انتهت يا جماعة من الزمن. المخ أعلى جزء فيه أهو، أعلى جزء في المخ يسمى سيريبرم. السيريبرم ده نص يمين ونص شمال، يعني كم هيمسفير يا جماعة؟ 2. طب انت يا دكتور رسم 1 ليه؟ ها؟ مادام بتقول ان ده 2 بقى. لان انا يا جماعة مصور من الجنب. هو انا لو صورت من الجنب 2 يبان ولا 1 بس؟ بس انا عارف ان في 1 زيه الناحية التانية. يبقى اعلى حتة في المخ اسمها سيريبرم اهي. تتكون من 2 سيريبرال هيمسفير. لو انت بصيت السيريبرم قاعد على حته صغيره اهي، هو ده المخيخ، هو ده السيريبيلم. هو احنا قلنا ده منظر امامي ولا جانبي؟ حد يقدر يقول لي السيريبيلم نص واحد ولا نصين؟ برضه نصين. يبقى السيريبرم نصين والسيريبيلم ايه يا جماعه؟ نصين. طب انا في الرسمه دي عايز اعرف انتيريور من بوستيريور. السيريبيلم بيبقى ورا يا جماعه. يبقى ناحيه السيريبيلم هي البوستيريور والناحيه الثانيه ايه يا جماعه؟ انتيريور. ما شوف الناس بقى بتفهم ازاي. بصوا يا جماعه، نمره 1، ربنا هيخلق دي. ايه دي يا دكتور؟ ده حته ديوره يا جماعه، اسمها ديوره الفولد، حته ديوره. واحنا قلنا عدد الديوره الفولدز كام؟ 5. النهارده هنشتغل كام واحد؟ 3 بس. ده كل الناس تبص لي، ده هيتحط في راسي كده لجوه عشان يقدر يفصل ما بين السيريبرم اليمين والسيريبرم اللي يا جماعه الشمال. حد يقدر يقول لي الفصل ده يبقى موجود لاترالي ولا ميديالي ولا في الميد لاين؟ في الميد لاين. يبقى الفصل ده ربنا خلقه عشان يفصل نص السيريبرم اليمين عن نص السيريبرم اللي هي يا جماعه الشمال. اسمك ايه يا فاصل؟ هو فاصل بتبدا بحرف ايه؟ الاف. في كلمه فاصل يعني فالكس. فالكس
سيريبراي. طبعا كلمة سيريبراي نسبة إلى السيريبرم، يبقى الفاصل الأولاني يسمى فالكس سيريبراي أهو. المفروض يا جماعة يتحط فين؟ في النص هنا بالظبط. طيب هو أنت عندك كم نص سيريبلم؟ اتنين ولا واحد؟ اتنين؟ يبقى أنا عايز فاصل ما بينهم برضه. الفاصل أهو يا جماعة، الفاصل أهو. إيه ده يا دكتور؟ هما الفاصلين لازقين في بعض؟ آه يا جماعة، الفاصل اللي فوق بيفصل السيريبرم عن السيريبرم، انما الفصل اللي تحت سيريبيلر عن ايه يا جماعه؟ عن سيريبيلر. وعشان كده الفصل ده اسمه، احنا قلنا كلمه فصل يعني ايه؟ فالكس اهي، فالكس. طب اسميه فالكس سيريبراي ولا سيريبيلاي؟ نسبه الى مين؟ السيريبيلر. اسمه فالكس سيريبيلاي. يبقى اول فاصل، يلا يا جماعه كده مع بعض، اسمه ايه؟ فالكس سيريبراي. والفاصل الثاني اسمه فالكس سيريبيلاي. الفاصل الثالث، على فكره يا جماعه في حته ظلم بصراحه، شايفين السيريبرم قد ايه؟ شايفين السيريبيلم قد ايه؟ مين الاكبر؟ طب ما هو كده هيفعص السيريبيلم تحتيه. هو انت لو قعدت على واحد في كي جي 1 او كي جي 2 هتفعصه يا عيني ويموت؟ ما هو ده العقل. بص ربنا عمل ايه؟ قبل ما اقول ربنا عمل ايه؟ العصاية دي يا جماعة دلوقتي تعتبر موجودة جنب السريبرم ولا السريبلم؟ السريبرم. طب والعصاية دلوقتي جنب السريبلم. بص ربنا هيعمل ايه؟ ربنا هيخلق هذا الفصل. بص الفصل هيركب ازاي؟ بص الفصل اهو. لا فعلا الفصل ده يا جماعة فوق السيريبرم وتحتيه ايه يا شباب؟ السيريبيلم. كده يبقى السيريبرم قاعد على السيريبيلم؟ لا. اسمه ايه يا دكتور الفصل ده؟ هو يا جماعة لو احنا عايشين في خيمة، الخيمة بندوس عليها برجلينا ولا بتبقى فوقينا؟ فوقينا. طب كلمة خيمة يعني ايه؟ يعني تنت. هذا الفاصل يعتبر فوق السيريبيلم، صح؟ يبقى هو الخيمة بتاعت السيريبيلم، هسميه تنتوريوم سيريبيلاي. كلمة خيمة يعني تنتوريوم سيريبيلاي. يلا يا جماعة نقول أسماء التلاتة مع بعض. ربنا النهاردة، النهاردة بس معايا كم ديورة الفولد يا جماعة؟ تلاتة. ده اسمه ايه؟ فالكس سيريبراي. اتخلق ليه؟ عشان يفصل النص السيريبرم من اليمين من الشمال. طب امال الفصل ده اسمه ايه؟ فالكس سيريبيلاي. طب ما هو كده السيريبرم هيفعص السيريبيلم، ما هو قاعد عليه يا جماعه. ربنا يخلق بينهم الفاصل ده اللي هيبقى فوق السيريبيلم، يبقى هو الخيمه بتاعت السيريبيلم، عشان كده بسميه تنتوريوم سيريبيلاي. حد مش متخيل المنظر جوه هيبقى ازاي؟ اكمل؟ هو دكتور الاخشاب اللي تحتيها بتاعتي ازاي؟ سؤال رائع.
هجاوب عليه حالا. حد مش متخيل وضع التلاتة مع بعض ازاي؟ طيب بصوا يا جماعة، مين يقول لي الفصل ده اسمه ايه؟ فالكس ايه؟ موجود ميديالي ولا في الميد لاين؟ يعني العظمة دي اسمها كام؟ المفروض العظمة دي بتتحط كده يا جماعة. واضح ان الفصل ده هيمسك في الكام؟ من بره ولا من جوه؟ من جوه. طب ميديالي ولا لاترالي ولا في الميد لاين؟ ما هو الفصل ده يا جماعة يمتلك ابر بوردر اهي، واضح انها محدبة يعني كونفكس، واللور بوردر اهي واضح انها مقعرة يعني كونكيف. هذا الفصل يمتلك ايبكس، قمة بتبقى حتة رفيعة اهي، وما دام في ايبكس يبقى في بيز. البيز اهي يا جماعه، البيز الحته دي، يبقى هذا الفاصل لازم تغطي اربع نقط. لازم تقول لي الابر بوردر ماسكه فين، واللور بوردر ماسكه فين، والايبكس ماسكه فين، والبيز ماسكه فين. انا هعمل ان انا مش واخد بالي. حد يقدر يقول لي البيز ماسكه فين؟ اكسلنت. الحل اهو يا جماعه، مش دي البيز يا شباب؟ البيز اهي تعتبر ماسكه في التنتوريوم من فوق ولا من تحت؟ من فوق. يبقى انا هكتب ان البيز اتاتش تو ذا ابر سيرفيس اوف تنتوريوم سيربيلاج. عشان كده التلاته مع بعض كانوا مهمين جدا. طب الابر بوردر، مش انا قلت الابر بوردر هيمسك في الكاب؟ من الانر ولا من الاوتر؟ من الانر. في انهي حته تحديدا؟ في الميد لاين. يبقى انا خلصت الابر بوردر وخلصت البيس. حد يقدر يقول لي اللور بوردر اهي هتمسك في حاجه؟ هو هنا يا جماعه في عظم ولا في سيريبرم؟ تبقى فري، مش هتمسك في حاجه. لو انت تلاحظ الابر بوردر بتمسك، عشان كده بنقول عليها اتاتشت، انما اللور بوردر ما بتمسكش في عظم، وكمنها ما بتمسكش في عظم بنقول عليها ايه يا جماعه؟ فري. يبقى انا عرفت الابر واللور والبيس، يبقى فاضل مين يا جماعه؟ الايبكس. مين يقول لي اللي ناحيتكم انتوا واللي ناحيتي انا مين انتيريور ومين بوستيريور؟ ناحيتكو انتيريور ليه؟ علشان هنا السيربيلوم، واحنا قلنا السيربيلوم بيبقى ايه؟ ورا. يبقى المفروض الابكس ده هيمسك في عظمه موجوده قدام، بس ليها شروط. عظمه موجوده قدام وفي النص بالظبط، يعني هنا لكن من جوه. طب ما انا يا دكتور مانيش عارف العظمه دي مين. لو انا رسمت الجمجمه من جوه اهي، لو انا رسمت الجمجمه من جوه، الجمجمه من جوه اهي يا شباب، هنا بوستيريور وهنا انتيريور، عندي عظمة في النص بالظبط موجودة فوق النوز على طول، عظمة اهي، عظمة
ضخمه واضحه جدا على الجمجمه. من كتر ما هي واضحه ما بسميهاش بوردر، الحاجه الواضحه بقول عليها كريست، بسميها كريستا. يبقى كلمه كريستا دي مشتقه من كلمه ايه؟ كريست. كريستا جلي. كلمه جلي باللاتيني يعني برومينانت، عايزين يقولوا العظمه ظاهره قوي. يبقى الايبكس شيء طبيعي جدا يمسك في العظمه اللي قدامه في النص، لكن من جوه اهي العظمه اللي بالمواصفات دي طلع اسمها ايه يا شباب؟ كريستا جلي. ارجوكم نسمع مع بعض، يلا يا شباب. ها الحته دي اسمها ايه؟ لا بصوت عالي اسمها ايه؟ طب ودي؟ ابر بوردر. ودي؟ طب امال البيزا اهي نمره واحد، البيز ماسكه فين؟ في الابر بتاع التنتوريوم. طب الابر بوردر ماسكه في الكاب، ما هو هنا الكاب بس في انهي خط؟ في الميد لاين. الايبكس ماسك في عظمه قدام في النص بالظبط، العظمه طلع اسمها ايه يا شباب؟ كريستا جلي. طب اللور بوردر ماسك في حاجه ولا فري؟ فري. لقيته بيقول لي معلومه غريبه قوي يا جماعه، بيقول ان الفالكس ده الرفيع ده يا جماعه، الرفيع ده هو بيبقى ارفع من كده كمان، بيحتوي على ثلاث اورده تخان. ازاي يا دكتور؟ يعني قول لي ازاي البتاع الرفيع ده هيبقى جواه ثلاث اورده ويا ريتهم رفيعين، ده تخان قوي كمان. الوريد التخين هو كلمه وريد يعني ايه يا جماعه؟ لو تخين بنقول عليه ساينس، يبقى الوريد التخين يسمى ايه يا شباب؟ ساينس. طب نحاول نقرب الامور مع بعض. انا هرسم الفولد اهو، مش هو ده يا جماعه اللي انا عمال اشرح فيه؟ اهو ادي الايبكس وادي البيس وادي الابر بوردر، واللي تحت دي تبقى ايه يا جماعه؟ اللور بوردر. اقرب لكم الامور خالص. بصوا يا جماعه، ده منديل، المنديل ده تخين ولا رفيع؟ رفيع، بيحتوي على ثلاث اورده تخينه. ازاي يا دكتور؟ هو يا جماعه المنديل ده طبقه واحده ولا طبقات؟ طبقات. بص ايه اللي هيحصل، الطبقات بتنفصل عن بعضها شويه. هل انا قلت بتنفصل عن بعضها خالص؟ والله ما حصل. هو ما الطبقات انفصلوا عن بعض بقى في سبيس ولا مفيش؟ اهو ده الوريد، هو ده الوريد. وضربت لك مثال بالمنديل، لو طبقات المنديل انفصلوا عن بعض كده بقى في سبيس بينهم، اهو السبيس ده يا جماعه هو الوريد، وهو اللي انا هسميه ساينس. أول وريد أهو، الوريد ده قريب من الأبر بوردر ولا اللور بوردر؟ عشان كده اسمه سيبيريور ساجيتال ساينس. عمري ما بنسى الاختصار ده، اس اس اس، سيبيريور ساجيتال ساينس. طب حد يقدر يقول لي الوريد ده يطلع اسمه ايه؟ انفيريور ساجيتال ساينس. الوريد التالت اهو، الوريد التالت بيبقى عند البيز،
هي البيس دي يا جماعة بتبقى كيرفت زي الأبر بوردر ولا بتبقى ستريت؟ هسمي الساينس دي ستريت ساينس. يبقى التلات أوردة لازم أعرف أسميهم سيبيريور ساجيتال ساينس، انفيريور ساجيتال ساينس، واللي موجود عند البيز اسمه ايه يا جماعة؟ ستريت. كده انا فاضل لي 5 دقايق تحديدا، بس قبل يا جماعة ما نقول ال5 دقايق ارجوكوا تحاولوا تجاوبوا كده. يلا، هو الفولد ده اسمه ايه؟ فاليكس سيريبراي. الحتة دي اسمها ايه؟ ايبكس. طب ودي؟ طب ودي؟ والبيز اهي، حد يقدر يقول لي البيز ماسكة فين؟ في القبر بتاع التنتوريال. للمرة الأخيرة، أدي التنتوريال هيمسك كده بالظبط، يبقى البيز بتاع الفاليكس بيمسك في القبر بتاع مين يا جماعة؟ التنتوريال. الابر بوردر ماسكه في الكاب، اللور بوردر مش ماسكه في حاجه، الايبكس بتبقى ماسكه في عظمه موجوده قدام فوق النوز بالظبط عشان تبقى في الميد لاين، لكن من جوه العظمه اللي بالمواصفات دي اسمها كريستاجلي. هذا الوريد او هذا الفولد يمتلك 3 أوردة تخان. الوريد التخين بنقول عليه فين ولا ساينس؟ سيبيريور ساجيتال ساينس، انفيريور ساجيتال ساينس، ستريت ساينس. بصوا بقى انا هكروت ال5 دقايق اللي فاضيني ازاي. انتوا كده فهمتوا اللعبه، انتوا كده تعرفوا تتصرفوا. من شاطر يقول لي؟ ما تشوف الناس بقى بتفكر ولا لا. حد يعرف الفصل ده اسمه ايه؟ فاليكس ايه؟ سيريبراي ولا سيريبلاي؟ سيريبلاي. موجود انتيريوري ولا بوستيريوري؟ ايه الدليل على كده؟ السيريبلا. مش السيريبلا بيبقى ورا؟ يعني البتاع ده هيبقى موجود في النص وورا. في النص وورا يعني عند العظمة دي اسمها ايه يا جماعة؟ العظمة دي اسمها اوكسيبيتر. طب هيمسك في العظمة من جوه ولا من بره؟ اكيد من جوه. طب العظمة من جوه، طب هيمسك في العظمة من جوه ميديالي ولا لاترالي ولا في الميد لاين؟ طب الميد لاين بتاع العظمة بيبقى في الخط ده. اسمك ايه يا خط؟ ما دام على هي العظمه اسمها ايه؟ اوكسيبيتال. وهو من جوه ولا من بره؟ يبقى اسمه انترنال اوكسيبيتال كريست. يبقى الخط ده اسمه انترنال اوكسيبيتال ايه يا جماعه؟ كريست. وانت بتذاكر على الجمجمه امشي مع الخط للاخر، هيوصلك لاكبر فورامين موجوده في الجمجمه. اكبر فورامين موجوده في الجمجمه اهي، الفورامين دي اسمها فورامين ماجنم. ما هو كلمه ماجنم يعني ايه يا جماعه؟ يبقى العالي يقول لو انت مشيت على الانترنال اوكسيبيتال كريست هيوصلك لمين يا شباب؟ للفورم المجنم. ماشي يا دكتور، ارسم بقى يا دكتور الفولد. الفولد اهو يا جماعه، الفولد اهو. نمرة 1، من شاطر يقول لي الفولد ده
الحته دي اسميها انتيريور بوردر ولا بوستيريور بوردر؟ انتيريور. طب والبوردر اللي ورا؟ طب والحته الرفيعه اسميها ايه؟ ايبكس. يبقى دي البيس. يعني برضه يمتلك اربع حاجات، ايبكس وبيس. بس البوردر بتاعته ابر ولور ولا انتيريور بوستيريور؟ طب مين شاطر يقول لي البيس بتاعته هتمسك فين؟ برضو هتمسك في التنتوريوم، لكن هتمسك في التنتوريوم من فوق ولا من تحت؟ من تحت. الايبكس بتاعته اهي، الايبكس اهي يا جماعه، واضح انها بتوصل للفورامن اللي اسمها ايه؟ فورامن مطر. الانتيريور بوردر اهي ما بتمسكش في حاجه، بتبقى فري لان ما فيش عظم، انما البوستيريور بوردر بتمسك في الخط ده اللي اسمه انترنال اوكسيبيتال كريست. تاني يلا يا جماعه كده، الفولد ده اسمه ايه؟ فاليكس سيربلاج. نمره واحد، البيس بتاعته ماسكه فين؟ في اللور بتاع التنتوريوم. طب وبقيته؟ كفايه ان انت تعرف ان هو موجود عند الاوكسيبيتال بون، والاوكسيبيتال بون بتمتلك خط اهو من جوه اسمه انترنال اوكسيبيتال كريست. يبقى همسك فيه لغايه ما الايبكس يوصل للفورامن اللي اسمها ايه يا جماعه؟ ماجنا. حد فاكر الفولد الاولاني كان فيه كام ساينس؟ اسميهم ايه؟ سيبيريور ساجيتال وانفيريور ساجيتال وستيريل. الفولد ده ما فيهوش غير واحد اهي يا جماعه. مين يقول لي الساينس دي قريبه من عظمه اسمها ايه؟ يبقى اسمها اوكسيبيتال ساينس. يبقى ما دي الحصه الجايه اتحايل عليكم والنبي، حد يعرف ساينس يا جماعه في الكرينيال؟ ما تبقاش تقول لي ما اعرفش كده. اديك عرفت اربعه. اخر حاجة وهنشوف مين ذكي ومين مش ذكي. بصوا يا شباب، خلاص البتاع ده انا مش عايز افهم. بصوا يا جماعة، حد يعرف الفصل ده اسمه ايه؟ تنتوريوم ايه؟ سيربلاي. اتخلق ليه؟ عشان يفصل السريبرم عن مين؟ عن السريبيلا. بس انا يا دكتور لاحظت حاجه غريبه قوي، الفصل ده فيه حفره اهي يا جماعه. ليه ربنا ما خلقش فاصل زي البشاوره كده من غير اي حفر ولا حاجه؟ اكيد في هدف، اكيد ربنا ساب الحفره دي الهدف. قبل ما اقول الهدف، انا قلت من شويه اكبر فورامين في الجمجمه اسمها فورامين ايه؟ الفورامين ماجنم اهي. ربنا بيخلق جنب الفورامين ماجنم على ناحيتين عظمه بنسميها الصخره، وخدناها قبل كده. عظمة الصخرة دي اسمها بترس. يبقى البيانات أكبر فورامين اسمها إيه يا جماعة؟ ماجنم. واللي جنب الماجنم عظمتين اسمهم إيه؟ طب لو ربنا خلق جروف على عظمة البترس أهو،
يعني ايه يا جماعه جروف؟ يعني شق. الجروف ده بما انه فوق العظمه يبقى اسمه سيبيريور بتروزال جروف. سيبيريور عشان فوق، بتروزال عشان العظمه اسمها بترس، وجروف يعني جروف. وانت بتذاكر على الجمجمه لو انت مشيت مع السيبيريور بتروزال جروف للاخر هيوصلني للجروف ده، هيوصلني للجروف ده. الجروف ده موجود بالعرض، عشان كده اسمه ترانسفيرس جروف. تاني يا جماعه، في المنهج كله لو انا قلت لك السيبيريور بتروزل يوصلك في الاخر لمين؟ للترانسفيرس. طب الناحيه الثانيه، السيبيريور بتروزل يوصلك في الاخر لمين؟ للترانسفيرس جروف. عارفين يا جماعه الحفره دي اتسابت ليه؟ عشان تبقى مظبطة مع الفورامين ماجنم. ليه؟ الفورامين ماجنم دي بيعدي فيها جذع المخ اللي اسمه برين ستيم. لازم يبقى في حفرة عشان يقدر يكمل لفوق. لو دي ما كانتش موجودة عمره ما كان هيقدر يكمل. يبقى الحفرة دي لازم تبقى مظبطة مع مين يا جماعة؟ مع الفورم الماجنا. طب انا هستفيد ايه يا دكتور من اللي انت بتقوله؟ لا يا جماعة استفيد، مش ده اسمه تنتوريوم؟ حد فاكر الفولد الاولاني كان ليه انتيريور بوردر وبوستيريور ولا ابر ولور؟ طب والفولد التاني انتيرو بوستيريو، والفض التالت اوتر بوردر وانر بوردر. دي اسمها اوتر ودي اسمها ايه يا جماعه؟ انر. انا هرسمها خلاص يا جماعه، انا نص دقيقه بس ركزوا معايا. انا هرسم الفض اهو، الاوتر بوردر اهي، الاوتر بوردر اهي، والانر بوردر اهي. كده الفتحه بقت مظبطه مع المجنم ولا لا؟ حد يقدر يقول لي الاوتر بوردر دي هتمسك في ايه وايه؟ ها؟ هتمسك في السيبيريور بتروزل، وهتمسك في مين كمان يا جماعه؟ في الترانسفيرس. لازم تظبط الفتحه مع الفورم الماجنم. لازم الاوتر بوردر تمسك في السيبيريور بتروزل، واحنا قلنا بعد ما السيبيريور بتروزل تخلص يبقى ايه يا جماعه؟ الترانسفيرس. اخر معلومه، انا هرسم الفولد اهو، مين يقول لنا يا جماعه الاوتر بوردر فين والانر بوردر فين؟ الاوتر بره والانر جوه. الرسمه ما خلصتش لغايه هنا، الانر بوردر لسه هتكمل اهي، والاوتر بوردر اهي. طب الناحية التانية يا دكتور نفس الكلام كده، الاتنين بوردر الاوتر والانر بقى في بينهم نقطة مقابلة ولا نقطة تقاطع؟ تقاطع اهي، نقطة التقاطع اهي. ايه يا دكتور اهمية نقطة التقاطع دي؟ حد يعرف الكرينيال نيرفس عددهم كم؟ 12. قدام النقطة
الكرينيال نيرف رقم 3 في النقطة نفسها، الكرينيال نيرف رقم 4 ورا النقطة، الكرينيال نيرف رقم 5. يبقى وانا بشرحهم هجيب سيرة نقطة التقاطع دي. نقطة التقاطع دي على علاقة بثلاث نيرفات اللي قدام النقطة بترتيبهم، اللي قدام النقطة رقم 3، اللي في النقطة نفسها رقم 4، اللي ورا النقطة يبقى رقم كام يا جماعة؟ 5. طب رقم 5 ده حد يعرف اسمه؟ خدناه في الاسكالب والفيس، اسمه تراي جيمينال. يبقى المشكلة في رقم 3 و4. أسهل أسماء يا جماعة. عارفين رقم 3 هو اللي هيحرك عينيا، مش محرك يعني موتور، وعين يعني أوكيولار، يبقى اسمه أوكليوموتور. يبقى رقم 3 اسمه أوكليوموتور. رقم 4 هيعدي على البكرة دي. حد فاكر البكرة اللي هنا اسمها ايه؟ تروكيولار. يبقى اسمه تروكيولار نيرف. يبقى رقم 5 ترايجيمينال ورقم 3 اوكليوموتور ورقم 4 تروكيولار. افتحوا المذكرة القديمة.